بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل الإخوة الكرام إلى هذه الفقرة من على موقع جريدة 20 مينيت، ليس مع خبر ما ولكن مع فقرة متعلقة بلوغتوغراف. لوغتوغراف بشكل أدق سنتحدث عن لا ديكتي، يعني الإملاء. طبعا كلمة ديكتي كما عندنا هنا كما تلاحظوا تأتي من لو فيرب ديكتي. ديكتي لو فيرب ديكتي أنك تملي نصا، تملي نصا ما على أشخاص ما بغرض كتابة مثلا. طبعا أحيانا نتكلم عن لو فيرب ديكتي يعني كما نقول أنك تملي كلاما على شخص ما، لكن ليس بغرض كتابته ولكن بغرض تطبيقه. إذا ممكن أن لو فيرب ديكتي ممكن أنه يعني فرض أو أعطى تعليمات، أنك تعطي تعليمات تفرضها على شخص ما حتى يقوم بها. أحيانا نتكلم عن جامعة بأنها تخضع للإملاءات، تخضع للإملاءات. ما معنى هذا الكلام؟ المقصود بأن جهة أخرى تتحكم فيها وتلقي لها بالتعليمات كأنها تملي عليه كلاما، لكن ليس بغرض كتابته كما يعني هذا الكلام من حيث الأصل، لكن بغرض تطبيقه. طبعا لو فيرب ديكتي كما قلنا من حيث الأصل أنه يعني أملى، أنك تملي نصا على تلاميذ مثلا بغرض كتابته. ولكن أيضا لو فيرب ديكتي ممكن أنه في معنى آخر يعني فرض إملاءات بغرض تطبيقها. إذن كما عندنا هنا أورتوغراف، إذا نتكلم عن طريقة كتابة الكلمات. طبعا الأورتوغراف المقصود به طريقة ضبط الكتابة. إذا طبعا في هذه الفقرة سنرى هاد الصيغتين كما نلاحظون، عندنا دوباغ ثم عندنا دوباغ. كما تلاحظوا بأن الفرق بين هاد الصيغتين هو هاد الطي اللي عندنا في آخر هاد الكلمة الثانية. إذا عندنا دوباغ ثم عندنا دوباغ. إذا متى نستعمل هاد دوباغ ثم متى نستعمل هاد دوباغ؟ كال ديفيرونس، أي اختلاف. إذا أي اختلاف موجود بين هاد العبارتين؟ إذا كيل لا ديفيرونس كي اكزيست اونتر سي دو لوكيسيون. كيل لا ديفيرونس اونتر سي دو لوكيسيون. إذا ما هو الاختلاف الموجود بين هاد الصيغتين؟ كومون ديفيرونسي دو بار اي دو بار. كومون ديفيرونسي دو بار اي دو بار. إذا كيف لنا أن نفرق؟ طبعا تنقول هنا لا ديفيرونس يعني الفرق، هنا عندنا ديفيرونسي، هنا عندنا ديفيرونسي كما نقول فرق. هنا الفرق، هنا فعل فرق. كومون ديفيرونسي كيف نفرق دو بار اي دو بار بين هاد الصيغة ثم بين هاد الصيغة. ثم عندنا quel est le sens de ces deux locutions et quand doit-on les employer. إذن quel est le sens de ces deux locutions et quand doit-on les employer. إذن ما هو معنى quel est le sens. طبعا le sens كما تلاحظون المقصود في هذه الحالة التي عندنا هنا المعنى. ممكن أن le sens يعني الحس أو يعني المنحة حسب سياق الكلام الذي يمكن أن توجد فيه هاد الكلمة. إذن طبعا هنا نتكلم عن لو سونس دو سي دو لوكيسيون، إذا نتكلم عن معنى هاد الصيغتين. إي كون دو طون لي زومبلوي، إي كون دو طون لي زومبلوي، ومتى يتوجب علينا استعمالهما. إي كون دو طون، عندنا هنا لو فيرب دوفوار. إي كون دو طون، ومتى يتوجب علينا لي زومبلوي استعمالهما. Toutes les réponses à vos questions dans cet article. Et dans كل الأجوبة à vos questions لأسئلتكم، كل الأجوبة لأسئلتكم dans cet article في هذا المقال. طبعا هنا تنتكلم على article كلمة مذكرة، تنتكلم على article كلمة مذكرة. في الأصل خاصنا نقول هنا dans ce article، ولكن كلمة article كما تلاحظوا مبدوء بإن فويال. إذا طبعا سنضيف هنا الطي حتى يكون الكلام مستقيم.
إذا نقول سات أرتيكل، سات أرتيكل، إذا نستعمل هاد سات التي تأتي للمذكر ولكن لتتكون الكلمة فيه مبدوءة بإن فويال، تكون مبدوءة بصوتي، تكون مبدوءة بصوتي. مثلا عندنا هنا دو بار إي دو بار أون دي سونس ديفيرون، إذا دو بار إي دو بار أون دي سونس ديفيرون. عندنا هاد دو بار، ثم عندنا هاد دو بار، طبعا كما قلنا بأن الفرق بينهما هو الطي. إذا دو بار دو بار أون دي سونس، هم عندهم معاني، أو كما عندنا هنا هم عندهم معاني ديفيرون مختلفة. لي دو لوكيسيون سومبلوا سورتو دون دي زيكسبرسيون فيجي. لي دو لوكيسيون سومبلوا سورتو دون دي زيكسبرسيون فيجي. إذا هات الصيغتين سومبلوا أن تستعمل، طبعا هنا نتكلم على لو فيرب سومبلوي، يعني فعل استعمل، فعل استعمل. طبعا ممكن أننا نتكلم على لو فيرب امبلوي، أنك تستعمل شيئا، ولكن هنا تنتكلموا على ان فيرب برونومينال، تيكون مسبوق بهاد سو. طبعا هنا راه عندنا سو، ولكن ديك او الخاصة بسو طبعا ستحذف. لماذا؟ لأن لو فيرب امبلوي مبدوء بإن فويال، غادا تحذف وغنوضعو في مكان شنو؟ غنوضعو ابوستخوف كما عندنا هنا، تنوضعو هاد الفصيلة التي تسمى ابوستخوف. إذن لي دو لوكيسيون سومبل و سيغتو، إذن هاد الصيغتين أن تستعمل بالخصوص دون دي زيكسبرسيون فيجي، دون دي زيكسبرسيون فيجي يعني في سياق كما نقول جامدة. ما يعني جامدة؟ أنا غير متحركة، أن تكون عندنا هاد الصيغة ما تتغيرش لا مع صرف ولا مع جمع أو مع بعض العبارات التي ممكن أن تؤثر فيها. إذا كما نقول بأن هاد الصيغتين أنها لا تتأثر، أنها تبقى كما هي في جميع السياقات، هذا هو المقصود هنا. ثم عندنا أن يوزاج دو دو باغ في بوليميك، ثم عندنا استعمال، واحد الاستعمال عندنا أن يوزاج يعني استعمال ما، يعني واحد الاستعمال دو دو باغ لهاد الصيغة اللي ما عندهاش طي، طبعا اللي ما عندهاش طي في الآخر. إذا هاد دو باغ، إذا غنتكلمو على واحد الاستعمال ديالها في بوليميك، أنه يحدث كما نقول نقاشا أو يحدث جدالا، أو يحدث جدالا خاصة من مؤسسة فرنسية تهتم بهذه اللغة طبعا، والتي تذكر بأن هاد دو باغ، هاد دو باغ لا يمكن استعمالها في واحد النوع من المعاني. غنشوفوا بعض الأمثلة الخاصة بها. إذا عندنا هاد دو باغ كما قلنا، عندنا دو باغ إي دو باغ. Vous avez déjà lu ces deux locutions et vous les avez peut-être aussi confondues en raison de leur ressemblance. Pourtant, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont utilisées dans des contextes différents. Retour sur deux termes homophones et leur bon usage. Idem, de part et de part, vous avez déjà lu ces deux locutions et vous les avez peut-être aussi confondues en raison de leur ressemblance. Idem, de part et de part, vous avez déjà lu ces deux locutions, ces deux locutions. Idem, antum man qabl qara'tum, vous avez déjà lu. هنا الأصل أن نقول vous avez lu، هنا لو فيرب لير طبعا مصرف مع avoir في البريزون، إذا فنحصل على الباسي كومبوزي الخاص بلو فيرب لير. نقول جي لو، جي لو، tu as lu، il a lu، nous avons lu، vous avez lu، كما عندنا هنا ils ont lu، هم قرأوا. إذا vous avez lu، أنتم قرأتم. ثم نضيف هاد ديجا يعني من قبل. Vous avez déjà lu، أنتم من قبل قرأتم. Ces deux locutions، هاتين الصيغتين، أنتم من قبل فات لكم قريتوا هات الصيغتين، ألقيتوها في شي نص مثلا. المقصود هنا لا شك أنكم قرأتم هات الصيغتين في نص من النصوص. ثم et vous les avez peut-être aussi confondu، وأنتم خلطتم بينها. هنا عندنا وأنتم خلطتموها،
المقصود أنكم خلطتم بين هاد الصيغتين. علاش؟ اون غيزون دو لو سومبلونس، بسبب تشابههما، يعني أنهما تتشابهوا. تنسمعوا دو بار دو بار، ما غنفرقوش بيناتهم. اي فو لي زافي بوتيتر اوسي كونفوندي. هنا الأصل عندنا اي فو زافي، اي فو زافي، اي فو زافي كونفوندي، ثم أنكم خلطتم. ثم نضيف هاد لي، هاد لي طبعا تتعوض هاد الصيغتين. اي فو زافي كونفوندي لي دو لوكيسيون، وانتم خلطتم الصيغتين. اذا حتى لا نعيد كلمه صيغتين مره اخرى، سنقول هنا اي فو لي زافي بوتيتر، اي فو لي زافي كونفوندي، ثم انكم خلطتمهم او خلطتمهما، يعني انكم خلطتوهم. ثم بوتيتر ربما، اذا هناك احتمال. ثم اوسي ايضا، اوسي ايضا. اذا فيصبح المعنى هنا وانتم بوتيتر لا شك كما نقول او ربما، اذا خلطتموهما ايضا، هذا هو المقصود هنا. اي فو لي زافي بوتيتر اوسي كونفوندي. طبعا كما تنشوفوا بان كلمه كونفوندي في الاصل، في الاصل ديالها تنتكلموا على افعال بهذا الشكل، عندنا انا كونفوندي طبعا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كونفوندر، عندنا انا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل كونفوندر، يعني فعل خلطه او مزاجه او اربكه في معنى اخر. اذا نتكلم على لو فيرب كونفوندر، هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بهذا الفعل. اي فو زافي طبعا مصرف مع افواغ، مصرف مع لوكسيليغ افواغ. في الاصل انه ما تتاثرش، في الحقيقه ما خاصوش يتاثر، ولكن امتى تتاثر؟ تتاثر ملي تيسبقوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت. وامتى تيسبقوا هاد لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ امتى تيسبقوا لو كومبليمون دوبجي ديريكت؟ خاصه ملي تيجي في صيغه الضمير. هنا الاصل كما قلنا اننا نقول اي فو زافي بوتيتر او سي كونفوندي لي دو لوكيسيون. في هذه الحالة ما غنزيدوش او اس، علاش؟ لان لي دو لوكيسيون بقات في اخر الجملة. اي فو زافي بوتيتر او سي كونفوندي لي دو لوكيسيون، اذا طبعا ما غنزيدوش هاد او اس. ولكن هنا شنو؟ هنا هاد لي دو لوكيسيون، هاد لي دو لوكيسيون، هاد الصيغتين عوضناهم بهاد لي، عوضناهم بهاد لي. ثم هاد لي جاءت قبل لوكسيليغ افواغ، وجاءت قبل هاد لو بارتيسيباسي كما تنشوفو. اذا طبعا هنا في هاد الحالة تتأثر لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل كما تنعرفو. طبعا تنتكلم على واحد الحالة اللي هي كتيرة تتوقع بكثرة، هي ملي تتصرف الفعل مع لوكسيليغ اتر. ملي تتصرف الفعل مع لوكسيليغ اتر، ملي تيكون لو سيجي في البلوريال، اذا طبعا تتأثر تزيد واحد اس. ملي تيكون لو سوجي فيمينا طبعا نضيف ا. هذه الحاله اللي تتاثر فيها لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل بلو سوجي. فو زافي ديجا لو سي دو لوكيسيون اي فو لي زافي بوتيتر سي كونفوندي ان ريزون دو لو ريسومبلونس، بسبب تشابهها. بورتون رغم هذا ايل نون ريان افوار لون افيك لوتر، رغم هذا elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont utilisées dans des contextes différents. Pourtant, elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Elles sont utilisées dans des contextes différents. إذن رغم هذا هم لا صلة لهما ببعضهما. إذن لا صلة لأحدهما بالآخر. Elles n'ont rien à voir. Elles n'ont rien à voir. إذن ليست لهما صلة لين افيك لوطر، الواحدة بالأخرى. إي سون تيتيليزي، وأنهما يستعملان دون دي كونتكست ديفيرون، يعني في سياقات كلام مختلفة. طبعا سياق الكلام هو ملي تنتكلمو بواحد الكلام تيكون عنده واحد المعنى معين، ممكن أننا نستعملو كلمة في هاد السياق ونستعملو نفس الكلمة
في سياق آخر وتصبح عندها معنى آخر. ممكن أننا نستعمل نفس الكلمة في هذا السياق فتعني معنى، ونفس الكلمة نأخذها ونستعملها في سياق آخر في كلام آخر فيصبح لها معنى تاني مختلف عن الأول. ممكن أنني أقول لشخص مثلا خاصك تفتح المنزل، ممكن أنني أقول لشخص آخر خاصك تفتح الدهن ديالك، خاصك تفتح الدهن ديالك، واش هذا الفتح مثل الفتح الآخر؟ طبعا هناك اختلاف. المقصود في الثاني عليك أن تجتهد مثلا، عليك أن تنتبه، إذا أقول له خاصك تفتح الدهن ديالك. كما تلاحظوا بأن كلمة فتح أو فعل فتحة أنه يستعمل في سياقات مختلفة. نفس الشيء هنا نتحدث عن صيغتين أنهما تستعملان في سياقات مختلفة. إذن كما قلنا هنا pourtant elle n'a rien à voir l'une avec l'autre، رغم هذا رغم تشابههما فهما ليست لهما صلة الأولى بالأخرى. elles sont utilisées وأنهما يستعملان dans des contextes différents، أنهما يستعملان في سياقات مختلفة. retour sur deux termes homophones et leur bon usage، العودة هنا إلى مصطلحين homophone يعني أنهما يسمعان بنفس الطريقة، أنك ما تقدرش تفرز بيناتهم في السماع، أنك عندما تسمعهما فكأنهما نفس الكلمة. et leur bon usage، إذا المقصود هنا عودة إلى استعمالهما بشكل صحيح. إذن عندنا أولا deux expressions figées، إذن عندنا عبارتين كما نقول جامدتين. عندنا deux part nous s'emploie jamais seul، deux part nous s'emploie jamais seul. إذن هاد deux part كما تلاحظوا اللي عندها الطي nous s'emploie jamais seul، أن لا تستعمل بالمرة seul وحيدة، mais uniquement ولكن فقط، mais uniquement ولكن فقط dans deux expressions figées، ولكن هاد دو باغ أنها تستعمل فقط dans deux expressions في عبارتين فيجي، عبارتين تنتكلم على هاد العبارات أيضا بدورها فيجي، أنها كما نقول جامدة، أنها جامدة أو أنها ثابتة بمعنى آخر، أنها ثابتة لا تتغير. إذن هذه العبارة الأولى اللي هي دو باغ اي دوتر، إذن العبارة تقال هكذا. ممكن أننا نكون في سياق الكلام ثم نقول دو باغ اي دوتر، أن تأتي هكذا. ثم عندنا الصيغة الأخرى اللي هي دو باغ اون باغ، دو باغ اون باغ، دو باغ اون باغ، ما معنى دو باغ اي دوتر ثم ما معنى دو باغ اون باغ. طبعا سنرى بعض الأمثلة. دو باغ اي دوتر، إذن أولا دو باغ اي دوتر، عندما نقول دو باغ اي دوتر ديزيني ممكن أنها تعني أو تشير إلى لي دو كوتي، إلى الجانبين، إلى الجانبين داليو الخاص بمكان. إذن تنتكلم على واحد المكان وتنشير إلى الجانبين الخاصين به، إذا نتكلم عن هذه الجهة ثم تنتكلم عن الجهة الأخرى. إذن سنقول مثلا دو باغ اي دوتر دو لا ري، من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى ديال الطريق اون تخوف دي ماكازان، إذن واحد الطريق من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى ديال الطريق كاين الماكازات، إذن نقول دو باغ اي دوتر، دو باغ اي دوتر دو لا ري، إذن من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى للطريق، من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى للطريق اون تخوف دي ماكازان، نجد هذه المستودعات إن صح التعبير. ثم دو باغ اي دوتر دو لا ريفيير، دو باغ اي دوتر دو لا ريفيير، إذا من هاد الجهة، من الجهة اللي من هنا ومن الجهة الأخرى دو لا ريفيير، تنتكلمو على النهر، من هاد الجهة ومن الجهة الأخرى لي بيشور، لي بيشور بيلول، بيلول. طبعا لو فيغ بيلولي المقصود به لو فيغ بيلولي، إذا نتكلم عن فيال فراخة كما نقول، تنتكلمو على الفراخ أنها تفرخ. هنا طبعا لا نتحدث عن
لي بيشور الصيادون انهم يضعوا فراخا، هنا نتحدث عن الصيادون انهم يزدادون تماما كما تتضاعف الطيور. اذا المقصود هنا بان الصيادون انهم يتضاعفون من جانب النهر من هنا ومن جانب النهر في الجهة الاخرى. اذا هناك توافد للصيادين الى هذه الجهة ثم على الجهة الاخرى. اذا دو بار اي دوتر دو لا ريفيير، اذا من الجهة ومن الجهة الاخرى للنهر لي بيشور بيلول، لي بيشور بيلول. اذا الصيادون يتضاعفون، مي لو بلو سوفون اون لومبلوا دون لو سونس دان بو بارتو او ان بو تو لو موند، ولكن في الغالب، ولكن في اكثر الغالب كما نقول هنا، ولكن في الغالب اون لومبلوا دون لو سونس اننا نستعملها، اون لومبلوا اننا نستعملها دون لو سونس في معنى دان بو بارتو كما نقول شيئا ما في كل مكان، دان بو بارتو كما نقول شيئا ما في كل مكان، وان بو تو لو موند شيئا ما كل الناس، تقريبا كل الناس كما نقول تقريبا كل الناس دون سو جاردان. اذا في هذه الحديقه il y a des fleurs de part et d'autre، il y a des fleurs de part et d'autre. اذا المقصود هنا في هذه الحديقه هناك ازهار او ورود دو بار اي دوتر كما نقول من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى، ولكن المقصود به كما قلنا هنا المقصود به ان بو بارتو شيئا ما في كل مكان. اذا في هذه الحديقه هناك ازهار دو بار اي دوتر كما نقول ان بو بارتو يعني شيئا ما في كل مكان في هذه الحديقه. ثم ليطا ا ديستريبيي دي سيفونسيون دو بار اي دوتر. طبعا لي سيفونسيون المقصود بها المساعدات التي تعطيها الدوله للشركات، مثلا هناك مساعدات تقدمها الدوله للشركات تسمى سيفونسيون. اذا ليطا الدوله اديستريبيي انها وزعت، طبعا هنا عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ديستريبيي فعل وزع، ومنها مثلا لا ديستريبيسيون يعني التوزيع، توزيع مثل مؤونة، توزيع ثروة إلى غير ذلك. إذا طبعا عندنا لو بارتيسيباسي ديال هذا الفعل، ثم عندنا لوكسيليغ أفواغ، إذا هذا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل ديستريبيي. ليطا أديستريبيي، إذا الدولة أنها وزعت دي سيفونسيون، وزعت مساعدات دو باغ إي دوطخ. كما نقول أن بو تو لو موند أو نقول أن بو بارتو يعني شيئا ما في كل مكان. إذا الدولة وزعت مساعدات كما نقول شيئا ما في كل مكان، تقريبا في كل مكان. إذا طبعا هذه كلمة دو باغ ممكن أن تستعمل في صياغين مثل هذه اللي هي دو باغ إي دوطخ، دو باغ إي دوطخ. ثم عندنا دو باغ ممكن أن تأتي في صيغة أخرى، ثم عندنا دو باغ ممكن أن تأتي في صيغة أخرى كما عندنا هنا كون ا دو باغ اون باغ. فيما يخص كون، طبعا هنا عندنا عندما، عندما دو باغ اون باغ، المقصود هنا عندما يحين دور دو باغ اون باغ، كما نقول عندما يحين دور دو باغ اون باغ، بمعنى آخر فيما يخص دو باغ اون باغ. وإذا أردنا الحديث عن دو باغ اون باغ، سولا سينيفي، سولا سينيفي هذا يعني دون اكستريميتي ا لوتر، من جهة إلى أخرى. ليكستريميتي المقصود به الطرف، طرف المسطرة ثم الطرف الآخر. إذا نتكلم عن لي دو اكستريميتي، ومنها مثلا كلمة ليكستريميزم التطرف. ليكستريميتي المقصود به طرف الشيء، لي دو اكستريميتي إذا نتكلم عن طرفي الشيء. عندما نتحدث عن دو باغ اون باغ كما نقول من طرف إلى طرف، دو باغ اون باغ. إذا سولا سينيفي هذا يعني دون اكستريميتي ا لوطخ، من طرف إلى آخر. إذا نقول مثلا لي بيل ا ترافيرسي دو باغ اون باغ، كما نقول بأن السيف اخترقه من الجانب إلى الآخر،
السيف اخترقه من جهة إلى أخرى أو من الجانب إلى الجانب الآخر. Le problème a été traité de part en part. المشكل أنه عولج a été traité أنه عولج. كما تلاحظون le verbe traiter عادة تتصرف مع avoir. Traiter quelque chose يعني أنك تعالج شيئا. ومن مثلا le traitement des eaux معالجة المياه مثلا. أو نتكلم عن traiter les gens أنك تعامل الناس، تعالج الناس كما نقول أنك تعامل الناس. إذا نتكلم عن لغة تحطي أنه يصرف مع أفواغ، ولكن كما تشوفون بأنه مصرف مع أتخ. إذا هنا تنتحدث على لو باسي كومبوزي دو فيرب تحطي ولكن على فوا باسيف. على فوا باسيف يعني تنتكلم على المبني للمجهول. لو بروبليم المشكل a été traité أنه عولج. المشكل أنه عولج، ماشي المشكل هو اللي عالج شي حاجة أخرى، بل المشكل هو عولج من طرف أشخاص. دو باغ أون باغ يعني أنه عولج من الألف إلى الياء كما نقول، من الجهة إلى الجهة الأخرى، لم يبقى منه شيء، كأن هذه المعالجة أصابته من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. إذا لو بروبليم أ إيتي تخيطي دو باغ أون باغ. حتى لا نطيل، في الفقرة القادمة إن شاء الله غنستمر مع لي دو زوطخ زيكسبغيسيون في جي. سنتكلم عن ما تبقى من العبارتين الثابتتين إن صح التعبير. إذا نتكلم عن دو باغ بدون طي، هذه غنشوفوها في الفقرة القادمة إن شاء الله. إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.